وحبيبة بابا ذمولة أمورة بابا ذمولة حبيبة بابا ذمولة أمورة بابا ذمولة بالصبحي تجري تصحى تجري وتقلي اصحى بالصبحي تجري تصحى من الظهر تقلي اصحى وتبصني أنا وبابا وتولى الدنيا فرحة ذمولة ذمولة هلا عارف إنك مبسوطة بس أنت كيف تعطي على التلفزيون كيف تعطي على التلفزيون معركة الصبح اليوم بالسوق وين كنت بالسوق 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 إيه وأنا وشي فزقة بيطلع لي واحد هيك عم بيعمل مقابلات أنا هيك بتصدق دغري هيك قلت له إنه بدك تعملوا وقت ترجعوا لي إيه إذا سألني سؤال بس شو سؤال يا بابا شو سألك بستحي شو قولي شو سألي بستحي لك قولي ما تستحي أنا بابي ولو قال لي أنت مع السكس قبل الزواج زمولة مع السكس قال لي إيه انت شو زوابتي انت بتعرف سمربة يا بابا مزبوط بعرف سمربة ايه الزواب كتير كتير مرتب ومحترم بعرف هلا عيوه بلس هلا بعد السواي انا بذي على التلفزيون حضرني صوتك طالع حلو كنت يا بابا بنت ذات الفستان بس كان وذي هيك احلى لانه نور الشمس ذي على وذي هيك طلعت بحالي ايه وذك وذك صح حلو وذك ميرسي يا بابا ميرسي يا بابا بحبك انا حبيبي بابا انا بحبك كمان زبولة هلا هولي قبلي هول هلا انا بدي اذي بعد شوي قبل الزواج هاي الشغله بتساعد عم نعمل تقرير حول الجنس قبل الزواج استاذ هل انت مع هالشيء؟ طبعا يعني هيدي الشغله بتساعد انه اثنين يتعرفوا على بعض وبعدين انا ومرتي يعني مثل ما بقولوا كنا بالاول نعمل جنس اكثر من هلا قبل الزواج كان ماشي الحال اكثر بتيجي بتقلي بتشوفوا بكره وبعد بكره بالاول دغري فانا برحب بهالشيء هلا في ناس مثلا مثلا بيي وامي مثلا من ايام على العين كانوا يتعرفوا على بعضهم صحيح هلا في ناس حتى على العين كانوا قبل الزواج هذا يعملوا جنس بس انا بشجع هالشيء لانه بيتعرفوا على بعضهم اكثر وبقول لمرتي هلا اذا عم بتشوفني انه رزق الله يعني يلا بسيطة هلا صورته انا اكيد ضد السكس بيفور ماريج انه هذا الشيء مش مزبوط بمجتمعنا بعدين الشاب بس يوصل للبنت خلص ببطل يفكر شيء لبعدين سو انا ضد 100% هذا الشيء ما بقبله اكيد ماشي رح من السكس كل شيء بحياتنا هو السكس يعني انت مع السكس قبل الزواج اكيد حلو السكس قبل الزواج بعد الزواج كل شيء حلو السكس عم نعمل تقرير حول موضوع الجنس قبل الزواج هل انت مع هالشيء استاذ انظر شوف انا ما يعرف بالجنس ما قبل الزواج انا اؤيد هذه الفكره انا ذاك يعني قبل ان اتزوج طبعا كنت انا وصديقتي تعرفنا على بعض في شارع الحمراء و حصل شيء من المساكنة بين الثنائي بيني وبينها فتطارحنا الغرام وما يعرف الجنس أي ما هو من متطلبات البشر فلذلك أنا مع وأؤيد هذه الفكرة ألا وهي الجنس أو مطارح لنلطف يعني لنلطف الجو والكلام الحنين نعم أنا مع أنه يصير في بين الثنائي مطارحة الجنس قبل الزواج شكرا هلا أنتوا أي إذاعة؟ MTV لازم يا ساتر يا رب مدموزيل أنت مع الجنس قبل الزواج؟ نحن لايف هلا على الهواء؟ لا هيدا تقرير مثل يعني بحضر حالي؟ مزبوط في السؤال يا مو مين هالمنبين وثا؟ من هي هاي؟ انت مع الجنس قبل الزواج؟ يعني بالثوب لا صار حكي انا كتير مستحي لا انا مع العلاقة الزوجية المحترمة بدي نقي عريس بمستوى زميلي اكيد يعني شو بصير بعدين انه اخذ وعطى انا وياه اكيد يعني كله بالحلال تفاهم ليه مغطين لوسة؟ هذا كأنه انا يا بابا فكأنه هذا انت هذا عراضي وهذه ثقلتي وهذا فستان ليه مغطين لك وسك؟ ليه مغطين لي وسك؟ ايه؟ مبين وسك بدي اتصل بهدلهم كلهم اتصلي تعي بتصوم؟ قال مغطين لوسك تقول؟ معروف انا المحطة بعني رقمة تعرفي شو اسمه؟ الو؟ نصوري نظر بصوار؟ استفهمي قبل بصوار سوري انا اليوم مع قوسي زميلي نعم انا اليوم كنت بالسوق وعملوا معي انترفيو على الطريق اوكي وهلا انا عم بحضر الانترفيو كانه حط
حاطين مذيق عوزي مش كأنه حاطين مذيق حاطين كأن حاطين مذيق عوزي ايه ايه هي انا فو فو والله تعيب الزوم شو جاوبك سكوت شو جاوبك شو جاوبك قلت بوزو الايدي لانه انا كثير بسعى احطوا مذيق عوزي حتى بخوف العالم لهم ضعنا على التي في غطولك وشي تعرفي يا بابا شو بس بدي لك اياها كلمه وحده قولي كلمه وحده يا بابا قولي الدنيا كلها وسايط يا بابا حط على ابدي انت الدنيا كلها وسايط صح يا بابا صح شو بكي هلا حبيبة بابا ذا المولى